juntas. جزاهم الله خيرا، وكنشكر الساكنه على التضامن ديالها. واحد النصيحه، ما بقيتش شي واحد يدي شي صوت الا هاد المحامون اللي دفعوا مجانا. يعني نمنعوا الصوت، نمنعوا الصوت الا المحامون اللي دفعوا. تحيه ليهم، تحيه للمحامون، وشكرا والسلام، وعاش الملك. عاش سيدي محمد. نقول ان شاء الله غنسمعوا الخبر مزيان ان شاء الله يا ربي. والله الا انا ما ساكناش في حي بالكيران، ولكن ماما وبا منين تربينا هنايا اكثر من 40 عام حنايا هنايا. فرحانه بزاف بزاف من الاول، وانا متبعه من الاول. والله العظيم كان سقط الناس وكل شيء. الحمد لله الحمد لله. عاش محمد السادس، انا في الحكم الصالح ديالنا، الحكم اليوم مزيان. عاش محمد السادس على الشيء اللي بغينا، وعاش النعسو بالليل ونهار الشيء اللي بغينا حنايا. شكرا شكرا بزاف، شكرا محمد السادس. الله يعاونو، الله يرحم الوالدين ديالو. هذا الشيء اللي بغينا، محمد السادس يوقف معنا، يوقف مع خوتنا المسلمين، ضامنوا مع بعضنا. حنا خوت من فرحه كبيره، والحق رجع لمواليه، وما ينصر الحق، وما ينصر كل ما ساهم في هذا الشيء هذا، الله ينصره. والحمد لله لهذه الفرحه هذه فيه. اللهم لك الحمد على كل شيء، وشكرا عليكم انتم وصلتوا الصوت ديالنا، كنشكركم بزاف. الحمد لله الحمد لله على كل شيء. الاعداء هادو جاو بغاو يستغلونا، يستغلون بدون سند قانوني، ويعترفون بانه انهم لهم سند قانوني، وهم لا سند لهم قانونيا. كل شيء عندهم زر، هي هذا البراءه، هذه البراءه، هذا الطرد المحتل، هذا الطرد المحتل. المحتل بغى يحتلونا، هو من اللي حكومه مطرودين ان شاء الله. وزيدي تبارك الله. انا فرحانه بزاف بزاف اليوم، حيت انتصرنا على ناس حماتك، انتصروا على الحكم ديالهم. الله ياخذ الحق كما تعداو عليهم، خلاو الناس معذبين في الحياه ديالهم، رونوهم مرطوهم، الله ياخذ فيهم الحق. وانا فرحانه بزاف حيتاش انتصروا، هذه فرحه كبيره 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 بزاف عندي. الحمد لله وشكرا لله. الله ينصر سنا، الله ينصر سنا سيدي، الله ينصر سنا. هذا الظلام اللي كانوا تابعين الضوابي من بعد، فشحال هذه 60 سنه سيدي وحنا في الحياه. ذا ولادنا خلقوا تما، تزوجوا تما، ولادنا كيطلبونا نترشوا ولادنا، حنا فيها نشرتهم ولادنا، ماشي حرام عليهم. اللهم هذا المكر، الله ينصر سنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.